انطلقت في العاصمة الصينية بكين أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك عدد من قادة الدول الأفريقية وممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية الذين تمت دعوتهم إلى القمة. ما زالت تلتفت أنظار العالم إلى العاصمة الصينية بكين، والتي تستضيف على مدار 3 أيام متتالية فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بوكاك بمشاركة قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية وممثلي المنظمات الإفريقية والدولية. ووصل مؤخرا إلى مطار بكين الدولي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ليكون ضيف شرف المنتدى. كما يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويلقي كلمة مصر خلال فعاليات المنتدى لبحث أطر تعزيز وتعميق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين ودفعها قدما في ظل التحديات الراهنة. ويشارك في المنتدى 54 دولة إفريقية تسعى لتحقيق تطلعات شعوبها نحو تنمية مستدامة من خلال شراكة مع الصين مبنية على التنمية والسلام. وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أكد الصحفيون الأفارقة على آمالهم في القمة أن تحقق تطلعات دول الجنوب العالمي في بناء قدرات واستغلال مواردها على الوجه الأمثل حتى تحتل مكانتها الحقيقية بين دول العالم. نعول على الكثير من الشراكة بين الصين وأفريقيا، فما زال لدى شعوب دول عالم الجنوب الطموح والآمال في التنمية التي نستحقها، ولدينا كافة المقومات والإمكانات التي تمكننا من ذلك. مجالات كثيرة نتعاون فيها مع الصين، فالصين أكبر شريك لأفريقيا، والصين تسعى لتتقاسم معنا فرص التنمية، ونسعى لاغتنام الفرص في جذب المزيد من الاستثمارات إلى أفريقيا. وتعزز الصين من شراكاتها مع أفريقيا في مجالات البنى التحتية وبناء الموانئ الجيل الرابع وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعة والتصنيع الدوائي حتى تتقاسم من فرص التنمية الحقيقية مع شركائها. إرادة موحدة جمعتها بين الصين وإفريقيا من خلال انطلاق فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في دورته الرابعة للعمل على زيادة الانفتاح المؤسسي وتعميق التعاون بشأن سلاسل التوريد والإمداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على الحفاظ على الشراكة التجارية والاقتصادية لتحقيق المنفعة المتبادلة. من العاصمة الصينية بكين، أحمد سعد الدين للتلفزيون المصري.